النجمة الجميلة نادية بسيوني، كل رمضان وانت بألف خير. وانت بألف خير يا ملك الرومانسية. ايه اللي انت عاملاه على نجوم اف ام ده في رمضان؟ عامله حاجات وحشة قوي. لبنى دي ملاش علاقة بشخصيتك خالص خالص، واول مرة اعمل دور الكاركتر فيه عامل كده. طب بصي، انا هسألك اول سؤال في البرنامج وتجاوبيني بطريقة لبنى. لا مش عارفة. طيب لو انا سألت لبنى في مسلسل فرحات والثلاث ورقات، انت شاطرة في البيع والشراء ولا خايبة؟ اوي 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 كده يعني، حاجة عاملة كده قوي، شاطره قوي يعني، مش كده؟ جدا. طيب بس انت كده هتكره الناس فيا. لبنى دي هتصدمها جدا. بقول لك، فيكي ايه من عيوب الستات في الشراء؟ انا بتهيالي انا عامله زي الرجاله في الشراء، ببقى سبيسيفيك محدده، رايحه عارفه انا عايزه ايه، ولما بلاقي حاجه حلوه اجيب كذا لون منها، علشان خلاص هو الموديل ده حلو يبقى كذا لون يعني. طب انت ممكن تشتري حاجات ملهاش لازمه؟ لا خالص، في ستات كتير بتعمل لا كده. انا ببقى عارفه انا عايزه ايه. سهل حد يضحك عليك يا ندى ويبارك حاجات اغلى من ثمنها؟ كان زمان، بس دلوقتي لا. اصل انت لو في محل انت في محل خلاص دي اسعار المحلات. تمام. لكن لو حد بيبيع، اللي هو الناس بيجيب حاجاته وبيبيعه، هي دي اللي ممكن يبقى فيه احتمال انهم يضحكوا عليك. ايه اول بند في بلود الشوبينج عند ندى بسيوني؟ ممكن حاجات البيت، الحاجات اللي بالنسبه لي انا بحب البارفانات والكريمات والميك اب زي كل الستات يعني. الحاجات اللي هي حاجه ما تقدريش تقاوميها وكل ما تشوفيها تشتريها حتى لو هي عندك. شوكولاته. الشوكولاته. انا اروح الشوكولاته. بتشتري لوحدك ولا دايما بتحتاجي مستشارين معاكي تاخدي رايهم؟ انا بحب يبقى معايا حد. حد من اهلي، حد من اصحابي. ولكن في النهايه هو ذوقي، انا اللي بقول ده حلو ده وحش. بتعرف تفصلي اللي هو اقول للي بيبي يعني هو ده اخر سعر يعني؟ لا اصل ده غالي كده يعني، كلمتين بالعافيه. ما هو انت داخله تشتري شكلك بيخوم، بقى يفتكروك ممكن خواجايه او يعني لو انت في بلد تانية او كده، فممكن يضحكوا عليكي مش كده؟ لو انا في اوروبا بيفتكروني بنت يعني من نفس البلد. اول ما اتكلم يعرفوا ان انا مش بلدهم. بتعرف بالمناسبة؟ اعرف ابيع. خلي بالك انا اشتغلت في البيزنس مع امي من وانا عندي 9 سنين، وامي كان عندها الله يرحمها توكيلات وحاجات كده، فاشتغلت معاها في البيزنس، اعرف ابيع بس قوي. ندى الغالي ثمنه فيه ولا مش قاعده؟ لا الغالي ثمنه فيه. لو ندى بسيوني بياعه، تبيع ايه؟ ابيع الطاقه الايجابيه للناس. لو كنت بياعه ورد، مين اول زبون تحب يخش عليك في المحل عشان تديله الورد؟ مصطفى ياسين. لو بتبيع السعادة تحبي تديها لمين؟ أديها للإنسانية كلها، للناس كلها، واللي بيظلم واللي بيقتل، علشان أكيد هو جواه أمراض نفسية كتيرة جدا بتخليه يبقى إرهابي، بيخليه يظلم، بيخليه يبقى عنده تعصب ما بين لون وجنس ودين، فديله سعادة فتغطي على الأشرار اللي جواه فيبتدي يطلع خير. من أجمل ما يمثل شخصيتك التفاؤل، إزاي الواحد يبقى غني بالتفاؤل؟ إيمانه يبقى كبير قوي بربنا إنه بكرة دايما أحلى، وإن ربنا شايل له الأحلى، وإن اللي بيتعمل في مصلحته عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كاتب الكبير الراحل يوسف السباعي في رواية أرض النفاق عمل شخصية بياع مبادئ وقيم. لو ندى بسيوني بتبيع مبدأ أو قيم، إيه المبدأ أو القيمة اللي تحب تبيعها للشعب المصري وحاسة إنه محتاجها أوي من دول؟ أهم قيمة العدالة، حب لأخيك ما تحبه لنفسك. احنا ليه في زمن الناس بقت بتبيع اخلاقها وضميرها بسهوله؟ للضغوط الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه زي ما هم بيقولوا، لكن انا بقول دي قله تربيه. في مثل بيقول من باعك بيعه. ما بيعوش، لان انا لما انت بتبيع حد ما تبيعش حد انك تضره، ما تبيعش حد ان انت تسيء اليه. المثل بيقول اللي معاه فلوس تحيره ويشتري حمام ويطيره، صح؟ لا طب ممكن يشتري قطط مثلا. انت عندي كام قطه بالمناسبه؟ عندي 3 بس مش دافع فيهم حاجه جايين. طب في مثل تاني بيقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش. للاسف نظره المجتمع كده، ولكن اللي بيساوي قرش هي اخلاقك، هي مبادئك، هي عطائك للاخر وخدمه الاخر، هو ده اللي هيكتشفوا اللي فاكرين ان الفلوس هي الاساس، ده هو ده الاساس. شاعر الراحل كامل الشناوي قال لك اشتري الحب بالعذاب، هو العذاب لازم يكون ثمن الحب؟ ما يبقاش حب كامل، الحب هو الاحساس بالسعاده، بانك يخليك تحب الدنيا كلها والناس كلها ومخلوقات الله كلها، لو عذبك يبقى ده مش حب حقيقي. طب لو عملت علاقه انسانيه يا ندى يا بسيوني وباظت، بتبيعيها ولا تشتريها وتحطيها في صندوق الذكريات؟ مفيش حاجه في حياتي باظت لم تستمر
وبعتها أو رميتها، كل شيء في وقته كان بيساعدني، كنت أنا اللي مختاراه ومبسوطة بيه. فلو في حاجات مش كويسة مش معناها أن الآخر مش كويس بالنسبة لي أنا، لكن كويس بالنسبة للآخرين، فلا أدينه، فأنا أفضل متصالحة مع نفسي. شيلاه كان كويس في فترة ما، فمرحبا بالذكرى الحلوة وبنسى الحاجات الوحشة. علاقتك بالفلوس حب من طرف واحد ولا من طرفين؟ علاقة نص نص، مش ساعات كده وساعات كده. لا مين يعني بيحب التاني أكتر يعني؟ احنا الاثنين مش بنحب بعض قوي، أنا ما بحبش الفلوس قوي. هو القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود ولا ده كان زمان؟ لا أكيد القرش الأبيض بينفع في يوم الأسود زمان ودلوقتي وفي كل العصور، بس اللي يعرف يشيل القرش الأبيض. خسارة في حياة ندى بسيوني كان ليها طعم المكسب. لما تبعد عن حد قاصد يأذيك قد تفتكر انها خسارة في وقتها، وتكتشف ان ربنا انقذك. خسارة ومكسب في حياة ندى بسيوني، انهي الاكتر؟ مكسب. بتعرفي تستثمري وتبيعي موهبتك بشكل جيد ولا فشلتي؟ ما بعرفش وما عرفتش، علشان انا فنانة، وتقديم الموهبة دي مش وظيفة الفنان، دي وظيفة مؤسسات، ولكننا في مصر ما عندناش المؤسسات اللي بتعمل كده، ما عندناش بقى اللي ياخدك ويحطك في مكانك. عندنا اهواء شخصية وعلاقات شخصية وشلل وصحوبيات وحاجات. لما بتحسي بالفلس في مشاعرك بتعملي ايه؟ عمري ما احس بفلس في مشاعري. بتشحنيها ازاي عشان بصدق مخلص؟ لما بمشي بحب مخلوقات ربنا، بحب الهوى، بحب الشجر، زهور، ورد، بكلمهم الوردة وهي بتنام وهي بتصحى بسلم عليها. ممكن نسألك ايه المجنونة دي، بس انا علاقتي بربنا من خلال مخلوقاته الرائعة. ممكن تستلفي حاجة ما ترجعهاش؟ لا. لو حد استلف منك فلوس وضرب عليها بتفكريه ولا تنسيه؟ عمري ما بفتكر حد استلف مني. صفة عايزة تشتريها لانها مش موجودة في شخصيتك؟ اني ابقى بدور على مصلحتي شوية. صفة عايزة تبيعيها وما تشوفيش وشها تاني؟ ان اللي في قلبي على لساني قوي زيادة عن اللزوم، فممكن بيخسرني حاجات. مشهد في حياتك نفسك تشتريه عشان تعديه وتعيشيه مرة تانية؟ امي، حياتي معاها. يوم عايزة تبيعيه ولا تفتكرهوش خالص؟ 28 يناير 2011. عمل فني عملتيه وعايزة تبيعيه وترميه في الصندرة؟ لا أندم على أي حاجة عملتها، أنا اخترت وعملت، حتى لو طلع بعد كده مش حلو أنا اخترته. ندى بسيوني حد ممكن يبيع لك الوهم؟ ده كل الدنيا بتبيع لي الوهم. جدا طبعا. انت سهل التأثير عليك؟ سهل وبصدق، عندي حسن نية، بس ربنا بيسترها معايا دايما. طب يعني انت ممكن تبيع لنفسك الوهم وتصدقيه؟ لا، اعتقد ان انا عارفة حدودي في كل شيء. وردة غنت وقالت اشتروني اشتروا خاطر عيوني، تقولي مين اشتروني؟ القائمين على العمل الفني في مصر. حاجة في حياتك بقت خردة وعايزة تبيعها البيع الربا بيك؟ لا، لاني بعمل صيانة دايما لأي حاجة. فرصة عايزة تشتريها ندى بسيوني؟ كتبت 3 أفلام، وكل اللي قائمين الناس اللي بتفهم قوي قالوا لي انت بتكتبي كويس، فأنا عايزة أركز في الموضوع. قرار اتخذتيه وعايزة تبيعيه لحد تاني؟ لا مفيش. لما بتشوفي فاتورة عمرك بتحسي بإيه؟ بسعادة وبرضا. أغلى بند في الفاتورة دي كان إيه؟ موهبتي اللي بحترمها واحترامي للي أنا ببص عليها في المراية. لو فكرتي تبيعي قلبك تحبي يكون الشاري مين؟ اللي يقدر يقدر قيمة هذا القلب. أشكرك.